جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رساله بعث بها احد الاخوه يقول: انا محمد داوود احمد سوداني، اعمل بالمملكه واتابع برنامجكم هذا منذ فتره طويله ولا ادعه يفوتني على الاطلاق، وكلما خطر في بالي سؤال اردت عرضه على فضيلتكم الا وجدت له ردا كافيا في احدى حلقات هذا البرنامج. نسال الله ان يوفقكم ويزيد من امثالكم. والان لي بعض الاسئله اود الاجابه عليها ماجورين. هل إذا قلت سوف أحج هذا العام عن جدي إن شاء الله سيكون هذا نذرة، علما بأنني قد حللت عن نفسي جزاكم الله خيرا؟ مجرد هذا اللفظ لا يكون نذرا. إذا قلت سوف أحج عن والدي أو عن فلان إن شاء الله فهذا وعد تعد من نفسك أنك ستحج عن غيرك أو عن نفسك، وهذا غير ملزم ولا واجب عليك. إنما النذر لو قلت لله علي أو قلت لله علي أن أحج لفلان فإن هذا يكون نذرا يجب الوفاء به. نعم.